السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابنا وطالباتنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله نتحدث في آخر محاضرة معنا في مادة طب التأهيل، وهي بتحكي عن voiding dysfunction وخاصة urogenic bladder. طبعا لما بنحكي عن voiding dysfunction احنا بنحكي عن مشكلة شائعة جدا جدا جدا، وخاصة في الناس اللي بيعانوا من كل المشاكل اللي اتطرقنا إلهم في المحاضرات السابقة، مثل الجلطات الدماغية، السباينا بيفيدا، السباينال كورد انجري، الهيد انجري، حتى الأطفال اللي بيعانوا من السباينا بيفيدا، الأطفال اللي بيعانوا من بعض المشاكل في الجهاز العصبي. فقبل ما بدنا نحكي عن الموضوع هذا بسوى انه نراجع شوية الاناتومي والفيزيولوجي. طبعا بنعرف احنا انه اليورينال بلادر هي زي كيس موجود في البول، بتجمع، وهذا البول لما بتجمع بتخزن لفترة طويلة تتراوح بين ساعة لساعتين لثلاثة. بعض الأحيان بعض الأشخاص ممكن يحجز هذا البول لفترة تصل إلى 12 ساعة أو 24 ساعة. طبعا في نقطة مهمة، إنه البول لما بتخزن في قلب المثانة بتخزن تحت ضغط منخفض، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، لأنه لو كان الضغط مرتفع هنا راح يصير في عنده مشكلة، وراح البول يرتجع في الحالب ومنه إلى الكلى. برضو كمان الوظيفة الثانية تبعت البلادر إنه عند الوقت المناسب في الزمان المناسب بالشكل المناسب بتم ضغط البول للخارج خلال عملية التبول. في عنا مكون آخر وهو اليوريثرا، وهذا conveys urine from the bladder to the outer world. وفي عندي برضو السفنتر، سواء الانترنال سفنتر او الاكسترنال سفنتر، وهذا بتحكم بعملية خروج البول وعملية الكونتيننس، تحكم فيه بحيث ما تخرج ولا قطرة من البول بدون ما انه تكون تحت ارادة كاملة من الانسان. الان كما الصورة واضحة هنا، في عندنا هاي البلادر كاملة. طبعا البلادر العضلة الاساسية اللي بتشكلها هي الديتروسر مصر. في عندي طبعا فتحتين لليوريترز من فوق بيجوا بصبوا في الجزء السفلي من المثانة. في عندي ترايجون اللي عاملة شكل المثلث، في عندي البلادر نيك، وفي عندي اليورثرا، وهنا طبعا في عندي العاصرة. اوكي، الوظائف تبعت اللور يورينري تراك، في عندي اول وظيفة حكينا عنها هي الاسترج، وهو تخزين كميات كافية من البول تحت ضغط منخفض with no leak. الثلاث مكونات هذول لو واحدة منهم صار فيها مشكلة معناته في عندي علة في الجهاز البولي. لو خزنت كميات اكثر من اللازم معناته ممكن تكون البلادر فلاسيد. لو خزنت تحت ضغط عالي ممكن يصير في ارتجاع. لو صار في ليكج معناته في عندي incontinence. الامتينج طبعا هو voluntary، المفروض يكون efficient بحيث انه تفضي كل الكمية، complete ما يتركش كميات residual، ولو بريشر انه وانت قاعد بتفرغ ما صارش ارتجاع في البول عبر الحالب للخارج. النيرفس سيستم كنترول تبع اللور تراك، في عندي سنترال نيرفس سيستم كنترول عبر المنطقة اللي هي موجودة في البيري اكوادكتال جراي ماتا which receives bladder filling information. في عندي برضو جزء تاني للتحكم من الفرونتال لوب والبرايتال لوب والسينجوليت جايروس، وهدول بيسووا انهبيشن لللور مكتوريشن سنترز. يعني لو انه الانسان بده يعتمد على اللور مكتوريشن سنترز انه الاشارة اجت من تحت عبر المثانة وعبر الاعصاب المحيطة بها انه المثانة امتلت فرغ، العملية كانت ابسط مما نتخيل. ولكن هذه العملية البسيطة تحت لا يتم القرار فيها من تحت، ولكن القرار بيجي من فوق في مراكز فوق بنسميها السوسايتال سنتر او المراكز الاجتماعية. الهايبوثالاموس سنتر انيشيت فولنتري فويدنج، اذا كان والله الوضع مناسب والوقت مناسب والزمان مناسب وانت في مكان امن ومكان مناسب اجتماعيا وانت جاهز نفسيا وجاهز جسديا، فالهايبوثالاموس بدي الاشارة انه ابدأ بعملية التبول. البونتاين ميكتوريشن سنتر اكسايز بلادر ان انهبيت سنترز، اكسايز بلادرز يعني هذا بيشجع البلادر انه تنقبض، بشجع الديتروسر مصر إلى القبض، وبرخي الاسفنترز فالاسفنترز تفتح. السيربلوم طبعا وظيفته هو الكوردينيشن، ف
فهنا بيسوي integration of all these centers above with the centers below. Spinal control في عند sympathetics من T10 لل L1 via hypogastric nerve. اوكي هاي واضح من هنا. اوكي بيغذي الجزء العلوي من الديتروسر مسل. وفي عندي الباراسيمباتيتيك اللي هو جاي من S2 ل S4 via البلفيك نيرف. هاي البلفيك نيرف. انسوماتيك via البودندال نيرف اللي هو جاي عند الاسفنترز. اوكي CNN ميكتريشن سنتر قلنا had exerts voluntary control over spinal center. يعني لو بدنا نقول توزيعة الهيراركي الحرامية في القرار، المثانة بتنتلي بتدي إشارات ضغط على الديتروسر، الديتروسر بتبعت إشارات عبر السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. أوكي وهذه الإشارات بتطلع لفوق. طب هل القرار مدام تعبت لازم يتفرغ؟ لا، لازم يجي القرار سواء السماح أو الحظر من المراكز العلوية اللي هي جاية من البرين سنترز والسينجوليت جايروس والبونتاين سنتر والسيربيلر control over them all. إذا كان الدماغ رأى إنه الوقت مناسب فبدي السماح للسبينال سنترز اللي هو بوصل إشارة لللوكال ريسبتورز الموجودين في المثانة وبتبدأ المثانة تشتغل. أوكي low pressure storage with continence كيف بتصير هذه العملية؟ في عنا الفيلينج under low pressure وفي عنا الفيلينج under high pressure. الفيلينج under low pressure يعني انا اعبي المثانة بالتدريج وافرغها وهي ما زال الضغط فيها منخفض، ولكن بعض الاحيان بنضطر مثلا في ظرف في الحمامات في شيء انه تخزين البول يستمر لفترة طويلة، او زي مثلا فترة الشتاء بيكون الليل طويل وبدنا نخزن كميات اكبر من البول عشان الشخص بتهش يقوم من تحت الدفى وزي هيك، فبده يخزن اكبر كميه فبصير الضغط بيرتفع داخل المثانه، فهذا بنسميه ستورج اندر هاي بريشر. ولكن نحكي عن الستورج اندر لو بريشر، هذا بيعنينا انه allowing continent storage of significant volumes of urine under 20 مليمتر water. هذا هو الضغط اللي لو. طب الان في عندي الاوتلت اوبستراكشن، ممكن هذا يعمل لي مشكله في التخزين انه يعمل لي استيميليشن اوف بلادر نيك فتشد العاصرة، فإذا شدت العاصرة هنا راح يخلي كل البول يضل مخزن جوا، أو يصير في عندي حالة تانية سوماتيك ستيميليشن اوف اكسترنال سفنتر فروم اس 2 اس 4 ضاي البودندال نيرف اللي هو جاي هنا تحت في المنطقة هذه. اوكي فهذه ممكن تعمل لي عص شد على العاصرة زي ما شايفين في الصورة البودندال نيرف، فيعص العاصرة بزيادة فيسمحش لإلا تفتح فضل البول مخزن جوا. برضو في حالات البلادر ريلاكسيشن ارتخاء المثانة عن طريق البيتا ادرينرجيك ستيميليشن اوف بلادر فروم T10 تو L2 فيا الهايبوغاستريك نيرف ويتش ديكريز بلادر تون. لما يقل البلادر تون بترخي الديتروسر مسل فبتصير تتمدد، ولانه مبطنة بنوع معين من النسيج اللي هو الترانزيشنال ابيثيليوم. ترانزيشنال ابيثيليوم هو النسيج الوحيد في الجسم اللي بتمدد، فالمثانة اللي بتتسع ل 200 ممكن تتسع ل 250 300 350 400 500 600. بعض المرضى شفناهم انه بخزنوا لحد 1500 سيسي. اوكي voluntary efficient complete low pressure voiding تفريغ البول، برضو هنا بصير فيها عملية outlet relaxation عكس اللي تو الفيلينج. في الفيلينج الاوتلت constriction، هنا الاوتلت ريلاكسيشن يعني بدنا نرخي العاصره الخارجيه عن طريق القرار اللي بيجي من السي ان اس سنترال نيرف سيستم اكتريشن سنتر، بدي قرار انه اسمح بفتح القنوات الخارجيه بنسميها السوسايتال سنتر في البرين. ات انهبيت سيمباثيتك الفا ادرينرجيك ستيميليشن اوف بلادر نيك اند بوستيرور اريثرا اند سوماتيك ستيميليشن اوف اكسترنال سفنتر. ما دام سوت انهبيشن بدها ترخي هذه وتفتح، في نفس الوقت اللي بتفتح فيه العاصرة الخارجية بصير في عندنا بلادر كونتراكشن، يعني الديتروسر مسل بتصير استيميليتد عن طريق برضو سي ان اس يسوي انهبيشن للبيتا ادرينرجيك بلادر ريلاكسيشن اند ستيميليت باراسيمباتيتيك كولينرجيك ستيميليشن اوف بلادر فوندس فروم S2 تو S4 فيا البلفيك نيرف هو اللي موجود هنا. فهذه لما تتهيج
بصير انخفاض، الانخفاض في العضلات تبعت التتروسر بصير تضغط على المثانة عشان تصغر، زي ما بصير في المعدة لما بدها تتقلص وتهضم الطعام، بصير في البلدر لما تنضغط وتضغط على البول عشان تطلع لبرا. This allows complete emptying at pressure of less than 40 millimeter water. الآن هذه الكمية الضغط أعلى من اللي تو شفناها في الفيلينج، لأنه كان أقل من 20، إن الإمتينج أقل من 40، ولكن ما وصلتش 50. لو وصل 50 في إن احتمالية الرفلكس أو الارتجاع. الآن هذا بقيس الEMG في النورمال فويدينج. هاي عندي الEMG تبعت العضلات الخارجية external sphincter، أوكي، وهاي البلدر نيك بريشر، وهاي الستورج، وهاي الفولنتري فويدينج. الآن في الاكسينس فينتر طوله هو في ستورج في فيلينج، التون بزيد 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 لانه قاعد العاصره قاعده بتشد بزياده. الان لما بده يصير الفويدنج والتفريغ، هذا الضغط في الاكسينس فينتر بقل لانه بصير كومبليت ريلاكسيشن زي ما تو حكينا بعد ما اجت الاشاره، والبلادر بريشر داخل المثانه بزيد وقد يصل الى 40-50. إذا وصل أكثر من 50-60 في احتمال إنه يصير ارتجاع في البول. هذه برضو صورة تانية للعملية، إنه هذه الفيلينج فيس، هذه الامتينج فيس، الفولنتري كونتراكشن اللي بصير في المثانة. ولاحظوا هنا إنه في عندي أنا الجاردينج ريفلكس، كل ما أنا المثانة بتعبي بزيادة كل ما بزيد الإي إم جي امبولسس اللي بتطلع من الإكسترنال سفنتر. أوكي. والآن بعد ما انتلت وإجت الإشارة من فوق من الدماغ إنه لا افتح البوابات الخارجية خلي المية تطلع، المية بدها تطلع فبصير complete relaxation بنسميه إحنا EMG silence. فهذا بنقيسه عبر الإلكترودز الخارجية اللي محطوطة حول ال anal sphincters و under the glutes. طبعا هذا هو الفيلينج والفويدنج والإمتينج فيس. طبعا في المرحلة الأولى في البلادر فيلينج الفيرست سنسيشن بتصير بعد ما يصير مثلا فيها تقريبا ثلث الساعة تبعتها. النورمال ديزاير تبعتها بتصير عندما بتصير نص الساعة مثلا، والله الساعة حسب العمر وحسب السن 400 سي سي، الشخص بدأ يحس بأنه في تجمع بول بعد 100 مثلا، على 200 بدأ يحس برغبة أنه بده يذهب للحمام. ولكن هل الإنسان بفضي؟ لا، ممكن تعلى 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 وتصل 300-350، ولكن إذا أنت في المكان المناسب والوقت المناسب والدماغ أدى لك الإشارة ممكن يفرق، فالكونتراكشن تبع البلادر بتزيد، الضغط داخلها بيزيد، وبعد ما يفضى بيرجع للزيرو ليفل تاني وبتبدأ عملية الفيلينج مرة تانية من جديد. الماتوريشن فويدينج بروسيس عند النيونيتال فويدينج، it is controlled mainly by sacral spinal cord reflex. Bladder distension automatically sends signal to sacral spinal cord micturition center. يعني في عندي مستوى على مستوى الاسباين. Spinal cord micturition center sends efferent signals that causes detrusor contraction and relaxation of sinus sphincter. بكل بساطة عند الطفل الصغير النيونيز لحد سن معين مثلا سنة سنتين، الطفل اوتوماتيك بعبي المثانة. المثانة لما تصير distension بتسوي لي تهيج للأفيرنت نيرفز، بروح هذا الأفيرنت نيرفز عبر السيركرال نيرف للسبينال ميكتوريشن سنتر. السبينال ميكتوريشن سنتر ببعث أفيرنت سيجنالز اللي بيسمح لي للديتروسر مصل إنه يسوي كونتراكشن، ببعث إشارات في نفس الوقت للإكسترنال سفنتر إنه افتح. This results in frequent complete and low pressure emptying. Newborns void 20 times a day with only slight decrease during the first year of life. يعني هذا شيء شائع فما تضربوش اخوتكم الصغار. طب امتى بصير ماتوريشن؟ لما بصير bladder capacity increases and voiding frequency decreases as we grow. Bladder capacity في الميلز تساوي العمر بالسنين زائد 2. يعني مثلا لو شخص عمره 8 سنوات بدنا نحط عليها 2، هاي صارت 10 ضرب 30 هاي صارت 300. اوكي، ال 1 to 2 years old they have conscious sensation of bladder fullness developed
من سنتين لتلت سنين they have ability to initiate or inhibit voiding voluntarily. من سنتين لأربع سنين the voiding becomes under reliable voluntary control. By the age of 4 most children have achieved an adult pattern of micturition. طبعا في ناس عسن تلت سنين، في ناس أقل، في ناس أكبر. Okay. By age of 4 years old micturition center at the spine is fully modulated by CNS micturition center. شو المقصود هنا؟ إنه عسن أربع سنين صار الspinal micturition center سلم نفسه لل societal center الموجود في البرين وصار القرار بيجي من فوق مش من الspine. عسن أربع سنين. As bladder fills, desire to empty occurs. Child must consciously suppress this desire until he or she gets to the toilet. With conscious voiding, external sphincter will fully relax prior to initiating bladder contraction. يعني لاحظوا إنه قبل ما بدي أفرغ المثانة لازم السفنتر يفتح. فبصير عملية سفنتر ريلاكسيشن then followed by bladder contraction. They must occur in coordinated fashion for proper emptying. Initially, child has better control over external sphincter than bladder. يعني التحكم على external sphincter أكثر من التحكم في البلادر. They are easier to stop urination than started. إيش السبب؟ لأنه عنده تحكم على العاصرة الخارجية أفضل من التحكم على المثانة. لأنه لو بده يتحكم في المثانة أفضل المفروض إنه هو يبدأ التبول، إنه هو يضغط على المثانة فيطلع. Voiding inhibition done by contracting external sphincter rather than inhibiting bladder contraction. يعني لما الطفل بده يمنع عملية التبول هو بعصر بعص على العصر الخارجية مش بوقف الشد في البلادر لأنه لسه هذا كان عنده بده تطور أكثر وأكثر. This pattern may be reinforced during toilet training. يعني إحنا لما بدنا ندرب الطفل بيخش الحمام أول ما يبدأ عفوا يطلع البول أو يخرج المية أوكي بنقول له عص الآن وبنعلمه كيف يعمل بالسالفا مانيوفر. Persistence of this pattern is bladder sphincter dyssynergy. يعني لو ضل عند الطفل انه بيقدر هو يعص على العاصرة بس ما بيقدرش يعص على المثانة معناته في عندي عدم توافق او dyssynergy. هذا الوضع الطبيعي انه لما بصير relaxation بصير عص على المثانة، ولكن في الوضع الغير طبيعي انه العاصرة الخارجية عاصة وبرضو هذه عاصة. اوكي الincontinence in children. أول مصطلح عندنا الانيوريسيس. It is the normal voiding that occurs at inappropriate time or involuntarily in socially unacceptable setting. يعني عملية التبول الغير متوافقة مع الوضع الاجتماعي أو في وقت غير مناسب. Nocturnal enuresis, night time wetting. Diurnal enuresis اللي هو الدي تايم يعني التبول اللا إرادي خلال اليوم. Diurnal enuresis is often interchanged with voiding dysfunction, but they are not the same. The voiding dysfunction can be neuropathic or non-neuropathic. A neuropathic is a voiding disorder caused by neurological conditions such as spina bifida, transverse myelitis, spinal cord injury, head injury, whatsoever. Non-neuropathic is functional voiding problems in the neurologically normal children. يعني الطفل طبيعي ولكن الأداء الوظيفة اللي مش طبيعي. طب إيش المشاكل اللي بتصير في voiding dysfunction؟ ممكن يكون عند storage problem, failure to store normal volumes of urine at low pressure and without leakage. قلنا normal volumes, low pressure, without leakage. وهذا ممكن يكون بسبب non-compliant bladder. قلنا شيء أساسي بيميز البلادر إنه هي فيها transitional epithelium فهذا بتمدد وممكن يتسع لكميات أخرى. أو irritable bladder, البلادر حساسة جدا أو neurogenic فهي شادة فبتتمددش. أو inadequate sphincter control أو tone during filling فاللي بعبي بنز من تحت يعني بيطلع من تحت. المشكلة الثانية ممكن تكون مشكلة في emptying, failure to empty completely on command efficiently at low pressure. برضو هذه مشكلة ثانية ممكن تكون العلة failure of neurological control of bladder بالذات في العاصرة أو bladder muscle failure أو failure of sphincter relaxation during voiding يعني خلل في ارتخاء المثانة خلال عملية التبول. نحكي عن neurogenic bladder. It is a urinary tract dysfunction
condition may be congenital or acquired, no cure, but it can be managed. يعني ممكن هذا نحكم فيها. Most cases can be managed with medication and intermittent catheterization, or CIC, clean intermittent catheterization. CIC, clean intermittent catheterization. The primary goal of therapy or management is to maintain and preserve renal function. برضو من أسباب لنرجينج بلادر سباينا بيفيدا مالتيبل سكلروسس باركنسونز كاوديك واينا سباينا كود انجري ستروك كومبليكيشنز برين انجري واتسوايفر. برضو من أسبابها الدايبيتس ميليتس هيفي ميتال بويزنينج اكيوت انفكشن بالذات في اليو تي اي ريكيرنت يو تي اي سباينال كولد تيومر سيفلس بيناين بروستاتيك هايبربلازيا. الآن عند النيروجينج بلادر السنسوري هو البوستيريور كولوم اوف ذا سباينال كورد اور افيرنت تراكس ليدينج فروم بلادر. الموتور اتس ذا باراليتيك بلادر دامج تو موتور نيورونز. بعض الأحيان بيصير ان انهبيتد كنترول عن طريق حدوث مشكله في السباينال كورد او انكمبليت سباينال كورد ليجنز اباب سي 2. ريفلكس فويدينج ممكن هذا يحدث عن طريق الكمبليت ليجنز اباب S2 autonomous عن طريق الكاودا إكواينا. طبعا هذا اللي هو التوزيع البيتا والألفا أدرينرجيك ريسبتورز في البلادر، وزي ما شايفين إن هم موزعين في تقريبا كل مناطق البلادر، ولكن في أكتر كونسنتريشن حول السفنتر إيريا. النيوروجينيك بلادر ممكن تكون هايبوتونيك فلاسيد دامج تو ذا سباينال كورد ديو تو سباينال كورد ليجنز. ذيس بلادرز ار ديستندد وذ اوفر فلو، يعني هذول ممكن يسعوا ل 1500 سي سي لانه فلاسيد هي مرخيه. اما السباستيك كونتراكت بلادر كوز باي برين اور ابر سباينال كورد دامج ذات ريزلتس ان بارابليجيا اور كوادربليجيا. ذيس بلادرز دو نوت ديستند اند كونتينيو تو ليك، يعني تنتين في عندهم ليكيج، ولكن واحدة في عندها ليكيج مع ديستنشن وواحدة عندها ليكيج مع كونتراكشن. symptoms and clinical presentation ممكن المريض يجينا urinary incontinence urge or overflow. urge انه دائما بده عفوا يخش الحمام، overflow انه دائما بنقض. urinary retention احتباس للبول. nocturia UTI fever chills عن طريق ال UTI او الالتهابات. hematuria stone formation kidney injury. okay قلنا ممكن تكون hyperreflexic or areflexic. ايش المضاعفات تبعت النيوروجينيك بلادر؟ انه الشخص ممكن يصير في عنده سبسس بسبب قد يكون ركود البول او بسبب اللي هو عدم تأدية الوظيفة كما ينبغي، او ممكن يصير عنده hydronephrosis اذا كان البول اتجمع بالذات في flaccid bladder وتجمع تحت high pressure، لأنه مثلا إلى ساعة معينة مثلا تمددت 10 20 30 100 200 300 400 وصلت 1000 1500، بعد كده that's it I can't take no more. فالبول بده يضطر يرجع في اليوريترز ويروح على الكلى، فبيعمل لي حالة hydronephrosis، أو بسبب ركود البول وعدم خروجه بالكميات المناسبة أو تراكمه في المنطقة هذه بيصير urinary stone formation أو renal failure سواء بسبب الانفكشن أو بسبب الهيدرونفروسيس، والأول هو الأساس، الهيدرونفروسيس أساس في renal failure. طب كيف نعمل إحنا الإيفاليويشن؟ عن طريق الهيستوري، physical examination، signs and symptoms of obstruction، voiding diary، إمتى بتبول، كل قديش بتبول، قديش بتخرج، سجل لي الأيام، سجل لي الساعات، الكمية اللي بتطلعها في كل مرة. ال patient's awareness of his fall bladder، ال fecal incontinence، ال erection status، gynecological history بالذات إذا الست مثلا حامل أو ولدت عدة مرات، شائع جدا بينهم ال stress incontinence، overflow incontinence. برضو الفحوصات المخبرية. ال urine test best obtained on the first hours of the morning after overnight NBO، يعني عشان تاخد عينة سليمة مفروض المريض يكون نايم
وصايم من مثلا قبل 12 ساعة، وأول ساعة يصحى الصبح أوتوماتيك ياخذ العينة البول ميد ستريم. طبعا سبيسيفيك جرافيتي طبعا إذا كان أكثر من 1.020 رول أوت سيجنفكنت كونسنتريشن ديفكت، بدنا نشوف البي اتش أسيديك ولا الكلاين، بدنا نشوف الجلوكوز، يمكن عنده سكري بلاد، يمكن عنده هيماتوريا بروتين، يمكن عنده مشاكل في الكلى مايكروسكوبيك هيماتوريا. برضه بدنا نشوف المزرعة عشان لو بدنا نديله مضاد حيوي لازم نديها له بناء على علم. Other studies that can be obtained prior to referrals, the post-voiding residual by catheter. يعني بنخلي المريض يبول وبعدين بندخل قسطرة وبنسحب المتبقي. والله لقينا المتبقي 150 سي سي، معناته كمية هائلة. إذا كان أقل من 50 أقل من 20 هذا معناته يعني it's a minimal volume وكان be neglected يعني. Renal and bladder ultrasound عشان نشوف إذا كان في خلل في العاصرة أو خلل في الكلى أو خلل في اليوريترز أو في عند الحجم تبع البلادر واسع. Imaging CT MRI إلى آخره. واليورودينامكس، اليورودينامكس طبعا هذا فحص باستخدام كاتيترز اندولين كاتيترز، بنضخ فيها كميات من السوائل وبنسأل المريض عن الفيرست سنسيشن والسكند سنسيشن. والفحص اليورودينامك الأفضل هو لما يكون فيديو، يعني بنحقن صبغة فبنشوف الصبغة فعلا وين بتطلع وين بتيجي، وهذا بدينا قراءات واضحة عن الفلومتري والسيستومتري وعن الوظيفة تبعت الكلى تبعت المثانة. السينوغرافي تصوير عن طريق تصوير الأبر تراكس، سايز الكونتور، الإيكوجينيسيتي إذا في أي خلل فيها، بدنا نتعرف إذا في عندي أي هيدرونفروسيس. اللور تراك إذا بدي أشوف أنا البلادر وول ثيكنس، والله إذا كان النورمال أقل من 3 ملي وين فول 5 مليمتر وين إمتي. أوكي طب الآن إذا لقينا والله المثانة الجدار تبعها مثلا في النورمال أكثر من 5 مثلا، معناته في عندي مشكلة. البوس فويدنج ريسيدوال المفروض يكون أقل من 2 ملي لكل كيلوغرام، يعني إذا كان زاد عن 2 ملي معناته هذا أب نورمال. تخيل إنه مريض وزنه مثلا 50 كيلو لقينا 100 ملي عنده، معناته هذا أب نورمال. Patients requiring urodynamics often with video fluoroscopy. Okay. مين هدول الناس اللي بيحتاجوهم؟ هم الناس اللي عندهم bladder capacity of less than 10 to 15 ملي لكل كيجي. يعني لو عنده أنا مثلا وزنه 50 كيلو وفقط بخزن 500 سي سي فقط يعني، معناته هذه في عنده مشكلة. البوس فويدنج ريزيدوال أقل أكثر من 2 ملي لكل كيجي برضو هذا لازم نعمل له urodynamic. الديتروسر هايبر ريفلكسيا في عندي contraction too much وفي عندي high بريشر أكثر من 40 سنتيمتر مية. Avoiding the detrusor pressure of more than 70 cm water وهذا برضو مهم. الديسينيرجيا يعني فيش توافق ما بين السفنتر وما بين الديتروسر contraction، يعني هذه بتشد هذه بتشد، المفروض واحد بشد الثاني يرخي. The impact of avoiding disorder on child and adult. This may child who is suffering from voiding dysfunction may avoid activities or exhibit sleepovers. Concealing wet clothing is difficult. الأودر طبعا هذه عاملة مشكلة. Great source of stress for the child and his family. بديله low self-esteem. Impaired social interaction. Compromised family coping due to negative social stigma. وهذه كلها عوامل كارثية. فلهذا السبب هذا الموضوع يجب أن يتم معالجته وعمل program of management لإله بشكل طارئ وشامل. طبعا before treatment we should assess patients and try a child's motivation and readiness. هذا مهم جدا، مش معقول والله بدك توصف دواء والأهل مش جاهزين لهذا الدواء ومش جاهزين لأنهم يشاركوا معه. If willing to be active participants then management may include alarms تنبيهات انه يصحى هالجيت ينام هالجيت، تايم فويدنج، بلادر اكسرسايز وهذا مهم واهمهم الكيجل اكسرسايز، اليمينيشن دايتس عن طريق تجنب مثلا اطعمه معينه، الاطعمه الحراقه، الاطعمه اللي فيها الفلفل، المشروبات المنبهه، المشروبات اللي فيها دايوريتكس زي القهوه والشاي، العصائر مثلا بعد الساعه 5 المساء، بيهيفيرال ثيرابي السلوك، وميديكيشن
زي الفاسوبريسين الى اخره. اوكي النون فارماكولوجيكال تريتمنت، اول حاجه التايم فويدنج از ذا ايزيست اند موست افكتيف تريتمنت. It works for irritable bladder for infrequent voiders. Regularly by clock voids every 2 to 3 hours during the day. وإذا الطفل انتظم على إنه يبول كل 2 إلى 3 ساعات مرة مش راح يضل إشي يفرغه لحاله. Intermittent self-catheterization أو CIC. Pelvic floor rehab أو Kegel exercise وهذه من أهمهم. Electrical stimulation with biofeedback. شو بنسوي في electrical stimulation؟ زي هذا الجهاز، هذه الالكترودات بنشبكها عند جلوتيال ماسلز وبين الفخاد وبنخلي الطفل يصير يشد على حاله يعمل فالسلفا مانيوفر، وهو بيعمل فالسلفا مانيوفر رح يلاقي هذه الاشارات بتطلع لفوق، كل ما يعص بزياده الاشارات بتطلع لفوق، او بصير يديله ارقام زي السرعه 10 20 30 40 فهو بيعرف انه قاعد ببذل جهد وجهد صح وجهده اتى اكله، فهذا بديله فيجوال باي فيدباك. ممكن يطلع صوت، الصوت هذا يديله كل ما بعص اكثر كل ما الصوت بيطلع اكثر، بديله اوديتوري فيدباك، وهذا كله مفيد للمريض. الفارماكولوجيكال مانجمنت، اول حاجه بدنا نسوي امبروفمنت للكونتيننس باي انكريزنج سفنكتر ريزيستنس، يعني بدنا نخلي المثانه العاصر عفوا تشد اكثر عن طريق اعطاء انتيكولينرجيك فور ارتبل بلادر اللي بيعانوا من ارجنسي وفريكوانسي وارجن كونتيننس زي الاكسيبوتينين، ندي هذا من 0.0 لـ 0.0 15 ميلي جرام لكل كي جي 3 مرات في اليوم. من مضاعفاته انه بدي دراي ماوث كونستيبيشن دراوزنس. اوكي اميبرامين يوز برايمرلي فور نوكتورنال نيوريسيس. الالفا ادرينرجيك ستيمولنس هاز ليتل افكت. بوتوكس انجكشن بالذات للسباستيك بلادر بنخفف وبنحف مداخل المثانه عبر اليوريثرا. السيرجيكال بروسيدجر ممكن نعمل له بلادر نيك سسبنشن بالذات للناس اللي عندهم سيفير ليكج، او سلينج بروسيجر هذه برضه طريقه بجيب عفوا قطعه من الامعاء زي هيك وبحطها فوق العاصر عشان يشدها ويخفف الليكج، او ارتفيشال يورينري سفنتر هنا بزرعوا حول العاصره زي الكترودز، وهذه الكترودز في جنبها سنسرز لما يزيد الضغط عليها بتدي اشارات، فالشخص بيبقى معه الريموت كنترول خارجي بدعس كبسه بيفتح السفنتر هذا فبصير يفرغ. طبعا هذه بلادر اوجمنتيشن للناس اللي عندهم سمول سباستيك بلادر، ممكن يجيبوا قطعه من الهيليوم وخيطوها فوقها عشان يوسعوها عبر الاني هالو اورجنز. لاستنج الفيسيكوريثرال ريفلكس وهذه مهمه جدا. 40 لـ 45% of neurogenic bladder patients have vesicourinary or urethral reflux، يعني البول برتجع في الكلى. The treatment should aim at reducing bladder pressure rather than fixing the reflux، يعني الهدف انه احنا نقلل الضغط داخل المثانة مش نعالج الرفلكس. كيف بدنا نعمله؟ عن طريق عمل CIC clean intermittent catheterization، تفريغ البول كل مثلا 6 ساعات كل 7 ساعات كل 10 ساعات، او بلادر اوجمنتيشن عن طريق توسيع المثانه بحيث نقلل الضغط. برضه بروفلاكتيك انتي بايوتيك بعض الاحيان بتفيد بالذات لمرضى السباينال كورد انجري، كنا احنا نديهم كل فتره عشان نمنع الالتهابات ونمنع الرفلكس. سيرجيكال كوركشن اوف فيزيكوريثرال ريفلكس از انديكيتد فور بيشنت وذ ديتيريوريشن اوف ابر تراكس زي الكلى الى اخره واليوريترز، أو recurrent bilateral nephritis. إذا كان موجود عندهم هدول الشغلتين لازم إحنا نتدخل جراحيا ونوسع المثانة. هيك بنكون خلصنا. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتمنى لإلكم ولأهليكم ولأحبابكم السلامة التامة والصحة الدائمة بإذن الله. حياكم الله والسلام عليكم.